بالمناسبة قبل ما أخش معاك في تفاصيل الحاضر أرجع معاك لتفاصيل الماضي. النجم الساحلي فاز على النادي الأهلي وهو فريق أحلام، كانت أفضل فترات النادي الأهلي يمكن على مر التاريخ، أفضل فريق يمكن للنادي الأهلي، والنادي الأهلي كان بطل نسخة 2005 ونسخة 2006، نسخة 2005 بالمناسبة كان على حساب نفس الفريق، فريق النجم الساحلي. إزاي قدرتوا تفوزوا على النادي الأهلي وهو في أفضل أحواله على الإطلاق في هذا الموسم؟ والله خلينا نقول لك كريم، هو كانت ممكن في فترة 2007 فريق نجم الساحلي كانت سياسة جديدة في النادي. رئيس النادي معز الدريس في الفترة هذه كانت يعني فلسفته انه يعتمد على اللاعبين يعني صغار السن واللي تألقوا في الشبان. سياسة نجحت، وصلنا للنهائي اللي ما كانش عديد الناس اللي شكوا في قيمة الفريق في قيمة اللعيبة. الحمد لله وصلنا للنهائي، نهائي وصلنا له ضد فريق كبير برشا. ممكن مباراة الذهاب اللي كانت في سوسة انتهت 0-0. نعرف احنا كلاعبين نعرف انه لما ما تفوزش في مباراة الذهاب في امام جمهورك على ارضية الملعب بتاعك، المهم انك ما تقبلش الاهداف. الحقيقة هو فريق الأهلي كان يضم العديد من اللاعبين الأساطير اللي خلاوا بصمتهم سواء في نادي الأهلي ولا في الكرة المصرية بصفة عامة. مباراة ما كانت سهلة في سوسة، الشوط الثاني تلعب في مصر. لما رحنا لمصر الحقيقة يعني كانت الحظوظ بتاعنا ضئيلة جدا، خاصة نلعب ضد فريق القرن في الفترة اللي لعبنا فيها ضد الفريق الأهلي قدام الجمهور العظيم بتاعه في ملعب القاهرة اللي يعتبر يعني حفل كروي كان كبير برشا. كلاعبين احنا الحقيقة متعرب يعني داخلين مباراة ممكن في ذهننا ان مباراة مش ننهزم فيها، المهم انه احنا كلاعبين يعني كأول أول موسم لنا أو أول مشاركة لنا في تشامبيونز ليج ما كنا انه باش نوصل للنهائي، لكن الحمد لله كنا مركزين. ممكن الضغط الكبير اللي كان على النادي الأهلي ممكن كانت ذلك الموسم كان ممكن موسم نهاية الجيل الذهبي للنادي الأهلي والفريق القرن. تمكنا نفوز على الأهلي اللي ممكن كانت موجعة شوية للأهلاوية والمصريين، لكن الحمد لله احنا كنجم الرياضي الساحلي تمكنا من خلالها نمشي للعالمية اللي دخلت في مسيرة ولا في تاريخ النادي بصفة عامة، خاصة أنه كان حلم الفرق التونسية كل تتوج بالكأس الغالية هذه، وهذه حاجة اللي نحمد ربي أني كنت واحد من العناصر اللي شاركوا في هذا التتويج الغالي اللي قعد لليوم يعني أغلى تتويج عند محبي النجم الرياضي الساحلي وأغلى تتويج دخل لخزينة الرياضة التونسية.